احنا كابتن في اخر كل فقره كده بنلعب لعبه اسمها صندوق الاسود. جاب حضرتك تلاقي في صندوق على ايدك اليمين، بص كده شمال شويه، ايوه ده فوق هنا اهو. طلعه وحطه قدام حضرتك. انت حاطينه من بدري، انا اول مره اشوفه من بدري. ده موجود الاسود ده، فلاقي مع الديكور ومحدش ياخد باله منه. افتحها يا كابتن طارق. مفيش حاجه تنط منه يعني؟ لا يا كابتن مفيش، ما تقلقش يا كابتن، ده في اسرار حلوه على الكابتن طارق سليمان. اسحب ورقه وقول لي يا كابتن رقمها علشان نعرضها على الشاشه ونقرا السر للساده المشاهدين ونعرف السر ده بقى ايه حيثياته واسراره وكواليسه. رقم كام يا كابتن؟ دي رقم 2. رقم 2 يا شباب. رقم 2. عملوا لجنه امتحانات ثانويه عامه مخصوص في البرتغال. انت فاكر ده زمان يا عمر. ايه بقى يا كابتن اللي حصل؟ ده الكلام ده سنه 90. يعني احنا قعدنا عليه 30 سنه. سنة 90 فعلا. احنا كنا في كنا وقتها منتخب الناشئين منتخب الشباب تحت 19 سنة، كان مع كابتن محمد ابو العز. وكان عندنا بطولة افريقية هنا في مصر، كانت في اسكندرية. تمام. وكنا هنتأهل منها لكأس عالم، يعني بعد البطولة ما تخلص زي كده بطولة افريقيا اللي فاتت دي المنتخب الاولمبي تأهل الاولمبياد. فاحنا كان عندنا بطولة هنا للشباب مع كابتن ابو العز وهنتأهل منها للبرتغال. ففعلا كسبنا البطوله دي، خدنا البطوله. كان معانا وقتها طبعا يعني جيل كبير وجيل محترم، يعني كان حراس المرمى كان نادر السيد وكان مصطفى كمال، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، وليد صلاح الدين، امير عبد العزيز، سامع عبد الحليم، ايمن الجمل. كنا 8 ثانويه عامه. فكسبنا المباراه النهائيه وخدنا البطوله ورحنا كمان ايه كاس عالم. كاس عالم كان في شهر 6 والبطوله وكاس عالم والامتحانات في شهر في نفس التوقيت. وكان وقتها قعد فتره كبيره جدا جدا، كان وزير التربيه والتعليم كان الدكتور اللي مسك مجلس الشعب فتره كبيره جدا، الدكتور فتحي سروش. كان هو اللي مسك التربيه والتعليم، مسك مكانه بقى لما مسك هو وزير، لما مسك رئيس مجلس الشعب مسك مكانه الدكتور عادل عز. كان وزير البحث العلمي ومسك فتره بسيطه قوي وزير التربيه والتعليم. وكان حاضر المباراه دي لان هو كان صاحب تقريبا، كنا احنا عرفنا كل التفاصيل احنا عرفناها بعد ما الاحداث. كان وقتها بقى مكان الوزير كان عبد المنعم وراء وزير الشباب والرياضه. فاول ما صعدنا كاس عالم كلموا واحنا في المقصوره، قالوا احنا عندنا 8 ثانويه عامه. قال له خلاص، يعني خد موافقه بان اللي اتعمل لنا لجنه خاصه فين؟ في السفاره، في السفاره المصريه في البرتغال. وكان الامتحانات هناك، احنا كان فرق ساعتين، يعني هناك الساعه 7 الامتحان الساعه 7 الصبح، كانت هنا الساعه كام؟ 9. ونفس الزمن. احنا كنا كان مع صندوق اسود زي ده كده متبرشم. والله متبرشم في الامتحانات. وكان بيجي لنا الامتحانات واحنا قاعدين في السفاره بنمتحن. وربنا اكرمنا معظمنا، يعني الحمد لله كلنا نجحنا الحمد لله. كنا برضو ايه بنذاكر مع يعني بنتمرن وبنذاكر لحد ما خلصنا وجينا دخلنا، معظمنا دخل تربيه رياضيه. طب السر الثاني يا كابتن طارق، ناخد السر الثاني علشان نحاول ناخد اكبر قدر ممكن من الاسرار. قول لي رقمه بس. ده رقم 1. رقم 1. 10 جنيه وجبة غدا كانت سر انضمامي للنادي الاهلي مقابل 25,000 جنيه للزمالك. الكلام ده حقيقة يا كابتن فعلا؟ 10 جنيه تاني وجبة غدا مقابل انتقال للاهلي؟ ورفضت 25,000 عشان تروح الزمالك. لا ما كانش ب 10 جنيه، لا ب 10 احنا فعلا جينا اتغدينا في النادي الاهلي وخدنا بوكت ماني 10 جنيه. بس بعدها النادي الاهلي يعني دفع 3,000 جنيه، دفع 10,000 جنيه وجي لعب عندنا ماتشين في النادي الاهلي. ماشي يا كابتن. 10,000 25,000 احنا بنتكلم. طيب مبلغ ال 10 جنيه دي كان بوكت ماني وقتها. يعني إيه؟ النادي الاهلي النادي الزمالك لما عرف ان في حارس مرمى ومواصفاته كذا كذا، فحتى احنا الراجل كابتن مصطفى عيسى وقتها قال لك انا عايز 25,000 جنيه. كان وقتها هو اللي ماسك مدير فني في النادي نادي الزعفران. فالموضوع ده كتب في الجرايد. انت عندي وقتها 12 سنه. اللي قرا الكلام ده مين؟ الله يرحمه، ربنا يا رب يرحمه، يعني كابتن مصطفى حسين. طب فبعت جواب لفين؟ عندنا في الزعفران. بعت جواب، الجواب بصوا كده في بنود كده، احنا هنتحمل الاتوبيس اللي هيجي ياخدكم من البلد، احنا هندفع ثمن الاتوبيس، هنتحمل وجبه غدا عندنا في النادي الاهلي في المطعم بتاع النادي طبعا، انت عارف المطعم، وهنديكم كمان بوكت ماني كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه. ده ايه؟ دي بقى للمباراه، دي المباراه نفسها اللي احنا هنلعبها. هي المباراه احنا معموله للنادي الاهلي، يعني يبعت جواب عشان يجي فرقه درجه ثالثه والزعفران تيجي تلعب في النادي الاهلي ليه يعني؟ كل ده ليه؟ عشان يشوفوني. وفعلا المباراه دي تعدينا فيها 0-0. كان المباراه دي كان اللي ماسك وقتها النادي الاهلي تحت كان وقتها 16 سنه او 18، كان الكابتن انور سلام.
شوف القيمه الكبيره دي، كان ماسك فريق ناشئين، كان انت عارف لا اسماء كبيره، كان كابتن ربيع شغال في القطاع، وكان كابتن انور سلامه، وكان كابتن ابراهيم عبد الصمد، كان كابتن عبد الرحيم حسن، كابتن ماجد مصطفى، اسماء كبيره يعني، وكابتن محمدين وكابتن عوضين. وفي الاخر حضرتك رحت النادي الاهلي بعد ما تألقت في المباراه، تألقت في المباراه دي، ما طلعتش من النادي الاهلي عمر، ما طلعتش غير لما مضيت من النادي، مضيت بقى ب 10,000 جنيه والنادي الاهلي يجي يلعب عندين في في في, في الزعفران. والمباراه دي ايرادها فين؟ لصالح النادي، صالح النادي. كابتن فنيه بشكرك جدا على وجود حضرتك معايا، استمتعت بيك جدا، بتمنى لك التوفيق ولحمه طبعا، ربنا يوفقه وتشوفه كده احسن حارس مرمى في مصر. ربنا يكرمك يا عمر، انا شكرا والله ليك، انا مبسوط جدا ان كنت معاك النهارده، حلقه جميله وانت حد محترم، وسعيد ان كنت في قناه النهار. ربنا يخليك يا طارق، وان شاء الله يبقى لنا يعني مقابله ثانيه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا عمر. بعد الفاصل معانا